أنا كواحد يعني مبغض للشيخ سامي تيمية سمي الحراني دائما يسبه، لا بس أذكر اسمه اللي سموه صلاح أبو عرفة، سمي نفسه الإمام صلاح أبو عرفة، الإمام صلاح أبو عرفة واحد في فلسطين. يقول الفلسفة هذا الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون كيف يكون، إيش اللي فيها الفلسفة؟ ما فيها فلسفة. صح، ألا يعلم الله ما كان؟ إذا قلت الله يعلم ما كان فلسفت، ما تفلسف، ها؟ علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ويعلم ما يكون، فلسفت، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ ويعلم ما سيكون، سيقول السفهاء، سيقول الأعراب، يعلم الله ما سيكون، فلسفت، ما تفلسفت. يعلم ما لا يكون، ما لا يكون، يعلم الله عز وجل بأن أن إذا قامت القيامة لن يرجع الناس مرة إلى الدنيا، صح؟ يرجعون أو لا يرجعون؟ ما يرجعون، يعلم بأنهم لن يرجعون. طيب، ويعلم ما لا يكون، لو كان كيف سيكون؟ هم لو عادوا للدنيا هل سيعودون للدنيا؟ هل سيعودون للدنيا؟ ما قامت القيامة ما يعودون للدنيا، لكن لو ردوا للدنيا لعادوا لما ردوا، راح كفر مرة أخرى، هم لن يردوا، ولو ردوا الله يعلم إيش حالهم لو ردوا. فهذا كله من الكتاب والسنة، فالله يعلم، ها قولوا معي، ما كان، ويعلم ما حاليا شنو يكون، ويعلم ما سيكون، ويعلم ما لا يكون. وما لا يكون يعلم الله، أنه لو كان لو وقع يعلم إيش كيف يكون، لا فلسفة ولا محزن، الله بكل شيء عليم، فيشمل هذا كله، تبهتم؟ لكن هذا مبغض لأهل السنة، بغض شديد، اسمه صلاح أبو عرفة، مبغض بغض شديد. يا ليت تسمع كلامي الآن، لأنه كانت رد بين وبين ردود كثيرة. هذا كذاب أشر، قلنا له يا أخ صلاح يا شيخ يا احترمناه، يبغض أهل السنة بغض شديد جدا. الآن وقد وقعت كارثة غزة، ما موقفه؟ هل يؤيد الصهاينة؟ هو يحمل إيش؟ هوية صهيونية لأنه بالقدس، أو يقول لا الصهاينة مجرمون معتدون؟ ما يقدر، لأن إيش يقول هالكلام؟ إيش موقفه الآن؟ لأن دائما يقول محمد بن عبد الوهاب اللي يسمي إيش النجدي، النجدي قتل الناس في نجد، كلام قبل 200 سنة، صار في حروب، صار في مشاكل، سفك الدماء، سفك الدماء. طيب الآن كم واحد لو صح الخبر بأن محمد الشيخ محمد الباب سفك دمه، كم واحد؟ وكم واحد الحين الصهاينة سفكوا؟ أشوفك ما تتكلم، قطع لسانك، الصهاينة ما تتكلم بكلمة واحدة، والشيخ محمد عبد الوهاب لأنك تخالفه عقائديا تتكلم فيه الليل والنهار، النجدي النجدي، التكفيري التكفيري، الإرهابي الذي قتل، الذي قتل إيش قتل؟ على قصص يعتمدها في مشاكل وقعت، القتال وقع حتى بين الصحابة رضي الله عنهم. لكن الآن الصهاينة عندك يدكون المسلمين دكا، وقتلوا كم آلاف مؤلفة، ولا كلمة أبو عرفة إمامها، إمام إمام بالضلال، ولا كلمة على الصهاينة، لكن على الشيخ عبد الوهاب كلام غير جمرك، الليل والنهار يطعم فيه، لكن ما يطعم بالصهاينة، وهو مقيم عندهم ويحمل هوية صهيونية ودارس في بريطانيا ورايح وراد، لما تخرج درس إعلام، ومتسلط على أهل السنة خاصة، ما يسمي الشيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ الإسلام ابن تيمية، إلا ماذا؟ إلا الحراني الحراني، ويسب، وابن عبد الوهاب يسمي ابن عبد الوهاب النجدي النجدي ويسبه، لكن صهاينة ولا كلمة. حلو يا أبو عرفة يا إمام، صلى الله العافية، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثير مما خلق تفضيلا. نعم.